السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة عايز أوجه كلمة خاصة جدا لابننا محمد صلاح. محمد، أنا كنت بطلت أتفرج على الماتشات بعد مجزرة استاد بورسعيد اللي عملها المجلس العسكري في 2012. فاكرها؟ المجزرة اللي استشهد فيها 72 مشجع إحلامي. بس رجعت أتفرج تاني على الكورة بسببك أنت. حبيت ليفربول وبقيت بشجعه زي كل المصريين بسببك أنت. ومع كل هدف كنت انت بتجيبه كنا بنفرح. عارف ليه يا محمد؟ لاننا كنا شايفينك مننا، كنا شايفين محمد صلاح الشاب البسيط المكافح المجتهد، محمد صلاح الشاب المهذب المتدين اللي في ايديه المصحف، محمد صلاح الشاب اللي اتجوز بدري واللي اتجوز بنت من بلدنا تشبه بناتنا وزوجاتنا المحجبات. كنا بنشوف محمد صلاح النموذج المصري اللي نفسنا يتكرر في كل المجالات. كلنا اتضايقنا من الحكومة المصرية لما ضغطت عليك في موضوع تبرعات تحيا مصر. كلنا زعلنا من اتحاد الكورة لما استغلوك في كأس العالم 2018. بس مش عارف ليه يا محمد اتغيرت السنتين اللي فاتوا. احنا حاسين انك بتبعد عننا، مع اننا الاقرب ليك من الخواجات ومن الانجليز. انت راجل مصري عربي مسلم. اسمك محمد على اسم النبي عليه الصلاة والسلام. اسمك مش مو يا محمد زي ما هم عايزين يسموك. واسم الشهرة بتاعك صلاح. عارف مين صلاح محمد؟ صلاح وصلاح الدين الايوبي اللي هزم الصليبيين واللي حرر القدس. احنا زعلانين منك جدا يا محمد، مش علشان غزه هتنتصر لو انت اتكلمت عنها. اهل غزه لا منتظرينك ولا منتظرين اي حد. احنا زعلانين يا محمد عليك، خايفين انك تروح وما ترجعش. يا محمد، ده في ممثلات لا مسلمين ولا عرب، خواجات لبسوا فساتين عليها علام فلسطين. ده في طلبه امريكان في ارقى جامعات العالم ضحوا بمستقبلهم وتظاهروا ضد إسرائيل. فاحنا عايزينها ترجع لنا تاني. عايزين محمد صلاح أبو مكة، النموذج العربي المسلم اللي تملي بنفتخر بنجاحه، وعايزين نفتخر بمواقفه. يا ريت ترجع لنا تاني. جاوبوني في التعليقات تحت، تفتكروا إزاي نرجع محمد صلاح ابننا لحضننا؟ تفتكروا هو ليه بعد عننا السنين اللي فاتوا دي؟ مستني تعليقاتكم وإجاباتكم. تابعوا حساباتنا على السوشيال ميديا، ما تحرمونيش من آرائكم، خلونا نستفيد من بعض.